مسموع؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الصوت مسموع. نعم دكتور بوبروس، are you hear me? Yes, I'm here. Can I yes. speak now? Yes, yes, I hear you now. Yeah. Please. تفضل تفضلي تفضلي. نعم نعم عاصف. Yes. If translation. What? You, if you should select translation part in English, so you will be able to listening in the translation, simultaneous translations. سيدة أمينة تفضلي تفضلي. نعم حسنا. عاصم I don't understand you. It's okay. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيدة شكرا للقائمين على هذا المؤتمر. شكرا لعاصم لأنه عرفني به وأعطاني الفرصة لأشارك به. سعيدة لأنه عادة ما أشارك في ملتقيات دولية ووطنية ذات هدف أكاديمي بحت، يعني لأول مرة أشارك في ملتقى أو في مؤتمر يتجاوز البعد الأكاديمي ويذهب إلى أهداف كبرى. مداخلتي اليوم عن الهجرة الغير شرعية والتهديدات الأمنية في الجزائر. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني هو في شقه السوسيولوجي، شق سوسيولوجي وشق أو جانب أمني. بالنسبة لموضوع الهجرة غير شرعية، يقول تقرير بعثت به إحدى جمعيات رجال الأعمال والصناعة في أوروبا إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، إذا طردنا المهاجرين فما هو البديل، باعتبار أن كل جالية أجنبية هي قبل كل شيء ترس في عجلة الاقتصاد. أي أن أنا أردت أن أبدأ مداخلتي بهذه الجملة المهمة جدا. هذه الجملة تتجاوز المفهوم التهديدات الأمنية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تكون التي للهجرة غير شرعية، وتمس المهاجر في حد ذاته، أي تمس حقوقه كفرد، تمس حقوقه كإنسان باعتباره أداة استغلال بيد الدول المستقبلة. وعليه تعد الهجرة الشرعية ظاهرة عالمية حازت على اهتمام الدول خاصة في الآونة الأخيرة. لماذا؟ لأنها لارتباطها بالفرد والمجتمع والدولة في آن واحد. فالفرد يعمد إلى الهروب من مجتمعه إلى مجتمع يحظى به في ميزات اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية أرقى، معلناً التمرد على من؟ معلناً التمرد على دولته ورفضه مجتمعه الأصلي، لترتبط بذلك بمشكلة التنمية والتهميش والهدر الذي يعيشه المواطن في دولته، خاصة دول إفريقيا والتي تتميز بوتيرة نمو منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية والدول الغربية، الدول الأوروبية المستقبلة لهؤلاء المهاجرين. وهذا التباين نتيجة لماذا؟ نتيجة لاقتصادات الهشة التي تعيشها الدول الإفريقية، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، مما يخلق ماذا؟ يخلق بيئة دافعة للهروب، لتنتج عن هذه الظاهرة انعكاسات سلبية خطيرة تجاوزت الجانب الاجتماعي، متحولة إلى ماذا؟ إلى مسألة أمنية تشكل تهديد أمني لاستقرار الدول من جهة، وتهديد أمني للأفراد والمجتمعات من جهة أخرى، نتيجة لارتباط المهاجرين السريين بشبكات الجريمة المنظمة وتورطهم في جرائم عديدة كالمخدرات والتزوير وغيرها. ليتغير مفهوم الأمن نتيجة التحول في مصادر هذه التهديدات، فلم يعد التهديد العسكري، كان من قبل مفهوم الأمن يقتصر فقط على التهديد العسكري لا الخارجي، وهو كان يعتبر المصدر الوحيد، لكن الآن لزعزعة الاستقرار، لكن الآن أصبحت هناك أشكال عديدة تؤرق المجتمعات وتؤرق الدول، والهجرة غير شرعية أحد هذه التهديدات التي مست العديد من
الدول والجزائر أحد هذه الدول. الجزائر تحتل موقع استراتيجي مهم من حيث إطلالتها على البحر المتوسط من جهة وامتدادها في العمق الإفريقي من جهة ثانية، وبحكم ثرواتها وطول شريطها الساحلي كل هذه المعطيات وغيرها جعلت منها بلد هجرة بامتياز. فهي يعني الجزائر هنا سنتحدث عنها أنها يقع عليها ثلاثة أشكال الهجرة. أولاً هي جهة مصدرة للهجرة، لأن الشباب الجزائري الهارب يهرب إلى أوروبا، هذا من جهة. وثانياً هي بلد عبور للمهاجرين الأفارقة والمغرب العربي يعبرون من خلال الجزائر إلى الدول الأوروبية. وثالثاً وأخيراً وأصبحت هكذا في الفترة وأصبح هذا الشكل في دارج في الفترة الأخيرة، أن الجزائر بحد ذاتها أصبحت دولة مستقبلة للمهاجرين غير شرعيين، أي أن الأشكال الثلاث للهجرة تتوفر أو تقع على الجزائر. وعليه أتت هذه الدراسة لطرح إشكالية هجرة غير شرعية في الجزائر. الهجرة من حيث أنه الهجرة كمفهومها مفهومها الاجتماعي أو مفهومها السياسي أو مفهومها الأمني، الهجرة غير شرعية هي كل حركة للفرد أو الجماعة العابرة للحدود خارج ما يسمح به القانون، والتي ظهرت مع بداية القرن العشرين وعرفت تطورا في الآونة الأخيرة، وسميت بالهجرة السرية، الهجرة غير قانونية، وأيضا المصطلح الذي يستخدم في الجزائر اللي هو مصطلح الحرقة. هذا هو المصطلح المعبر عن الهجرة غير الشرعية في الجزائر. ما معنى الحرقة؟ الحرقة هي في مدلولها هي حرق كل الروابط التي تربط الفرد بجذوره وهويته، أي أن المهاجر غير الشرعي الجزائري حين يهاجر إلى أوروبا، ما إن يصل إلى شواطئ أوروبا حتى يقوم بحرق كل أوراقه التي الثبوتية التي تدل على هويته وانتمائه. نذهب إلى أنه أنا أخاف أن لا يسعني الوقت لكي أذكر النظريات الاجتماعية المفسرة للهجرة غير الشرعية، إذا سأتحدث مباشرة عن أشكال الهجرة الثلاث، ثم أتحدث عن الهجرة تشخيص الهجرة غير الشرعية في الجزائر وتداعيتها الأمنية. هناك ثلاث أشكال من الدول في موضوع الهجرة غير الشرعية. دول تصدير وانطلاق، هي الدول التي تعرف وتعرف واقع سياسي واقتصادي واجتماعي معين مما يدفع بالعديد من مواطنيها إلى الهجرة غير الشرعية، مثل إفريقيا ودول العالم الثالث. ودول العبور، دول العبور هي المحطة التي تكون في بعض الأحيان ضرورية للوصول إلى الدول المستقبلة، وقد تشكل هذه المحطة قاعدة خلفية يتم فيها حشد المزيد من الاستعدادات للوصول للبلد المستقبل، مثل الجزائر ودول المغرب العربي. الجزائر ودول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب هم دول أيضا بغض النظر أنها دول مصدرة، هم أيضا دول عبور. والشكل الثالث هي دول استقبال مستهدفة، هي الدول التي تشكل بالنسبة للمهاجر غير الشرعي محطة الوصول والاستقرار بما تمنحه حسب معتقده من فرص غير موجودة في وطنه، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أو دول العالم المتطور. وبالنسبة لدول منطقة شمال الإفريقي، الدول المغاربية تحديداً، فإنه بالإضافة لكونها دول الانطلاق بالنسبة لمواطنيها، فإنها بالنسبة للعمق الإفريقي محطات عبور، مما يزيد من تعقيد عملية المراقبة الحدودية، حيث تكون مزدوجة دخولاً وخروجاً. نعم، نكمل أنه أيضاً بالنسبة للهجرة غير شرعية هناك نوعين: الهجرة غير شرعية إلى داخل البلاد، وهذا يطلق عليهم المهاجرين الوافدين إلى الدول المستقبلة بغية الإقامة الدائمة فيها باتخاذها كمركز عبور للذهاب إلى الجهة الأخرى. في هذا الإطار يمكن أن نأخذ على سبيل المثال أفارقة زاحفين نحو الجزائر واستقرارهم في الجزائر بالدرجة الأولى بمدينة طمنراست مثلا، هي الولايات الحدودية مع مالي والنيجر وليبيا، وبدرجة أقل في الجزائر العاصمة ومغنية
الثانيه هي في تلمسان او في غرب الجزائر، حيث ان هناك من يتخذ الجزائر كبوابه عبور، هؤلاء المهاجرين الافارقه يتخذون الجزائر بوابه عبور للذهاب الى اوروبا، وهناك من اصبح يستقر في الجزائر كدوله مستقبله. هذا النوع الأول. النوع الثاني، الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد، يطلق عليه على جملة من المهاجرين السريين الذين يتركون بلدانهم باتجاه دول أخرى تتوفر على فرص أرحب للعيش، ويدخل في هذه الطائفة المواطنون الجزائريون بدورهم الأفارقة العرب المسلمون، للإشارة أنه لم تعد أوروبا فقط الوجهة النهائية للاستقرار، بل أصبحت هناك وجهات أكثر رخاء أفضل للدول أفضل للعيش مثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. عوامل الهجرة غير شرعية تعددت، عوامل الهجرة غير شرعية تعددت بين اقتصادية واجتماعية وسياسية. أهم العوامل الاقتصادية كم بقي فقط من الوقت فضلا؟ قبل أن نذكر العوامل أذهب إلى تشخيص الهجرة غير شرعية في الجزائر بعدها نكمل. بالنسبة لتشخيص الهجرة غير التشخيص الواقع الجزائري أو تشخيص الهجرة غير شرعية في الجزائر، باش دقيقة لديك خمس دقائق فقط. حسنا نعم. عرفت الجزائر ظاهرة الهجرة غير شرعية خاصة من الجنوب، والتي شكلت تهديد واضح لأمنها واستقرارها في جميع المجالات. ساهمت عدة عوامل في تصاعد هذه الظاهرة، أهمها العاملين التاريخي والجغرافي، حيث ظلت الجزائر مقصد للمهاجرين الأفارقة من أجل الاستقرار فيها، وأيضا هي بلد عبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. أيضا ساعد ذلك عامل الحدود، فكما هو معروف في الجزائر تتقاسم آلاف الأميال في حدودها مع عدة دول إفريقية، تعتبر مصدر الهجرة غير الشرعية، حيث يستغل هؤلاء المهاجرون علاقاتهم التاريخية التي تربط القبائل الحدود. هنا أود أن أوضح هذه النقطة، أنه يسهل على المهاجرين الأفارقة الدخول إلى الجزائر. لماذا؟ لأنه هناك علاقات تربط بين القبائل الأفارقة والقبائل بين البدو الرحل الجزائريين. البدو الرحل، هناك نقطة مهمة جدا، أنهم بدو الرحل الجزائريون لا يعترفون بالحدود، وبالتالي هم يساهمون أو يساعدون المهاجرين غير الشرعيين في الدخول إلى الجزائر. هذا من جهة. أيضا وهذا الذي جعل الهجرة غير الشرعية تتفاقم في السنوات الأخيرة في الجزائر كبلد عبور أو كدولة مستقبلة. شهدت هذه الظاهرة تطور لماذا؟ لأن البلدان الإفريقية تعاني من حروب ونزاعات وظروف مناخية صعبة، تصحر وغيرها من الأسباب. أيضا شهدت هذه الظاهرة تطور متزايد بالنسبة للجزائر، حيث بالنسبة للجزائر لماذا؟ نتيجة لعدة أسباب وعوامل، أهمها اجتماعية نتيجة التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر من نهاية الثمانينات، الأزمة التي عاشتها الجزائر تركت أزمات كبيرة في البطالة والسكن، تنامي شعور بالاغتراب لدى الفرد والمواطن الجزائري، تدهور القدرة الشرائية، تدني المداخيل. يضاف إلى ذلك أيضا الأسباب الاقتصادية، الوضعية الاقتصادية المتدهورة في الجزائر، أيضا انخفاض قيمة الدينار في سنة 1990، هذا التضخم نتج عنه ارتفاع سلع، انخفاض المستوى المعيشي، كل هذا شجع على زيادة هذه الظاهرة أو تنامي هذه الظاهرة، الظاهرة غير الشرعية. نذهب مباشرة إلى تداعيات هذه الظاهرة غير الشرعية على الأمن في الجزائر. لها انعكاسات سلبية ومخاطر متنوعة تؤثر على تطور المجتمع الجزائري بصفة عامة، فهي تمثل تهديد للأمن والاستقرار للمجتمع والدولة معا، خاصة بسبب ارتباط هذه الظاهرة بعدة تهديدات أخرى مثل الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، المتاجرة، تهريب المخدرات، السلاح، البشر، تهريب المخدرات والسلاح والبشر، تبييض الأموال، تزويرها، الإرهاب، انتشار الأوبئة، الأمراض، غيرها من
التهديدات والأخطار، الانعكاسات الاقتصادية تتمثل في الإضرار بالإنتاج الاقتصادي بجهود التنمية في الجزائر بسبب الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها المهاجرون غير الشرعيون، تؤدي إلى إهدار الأموال، انتشار الجريمة المرتبطة بالحصول على الأموال غير المشروعة مثل السرقة، تهديد الرشوة، الفساد، التهريب، تزوير العملة، تبييضها. أيضا باعتبار حدود الجزائر فضاء واسع، فضاء هذه النقطة المهمة في التهديد الأمني الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية، يصعب التحكم بها. لماذا؟ لأنه الفضاء واسع جدا، حدود الجزائر كبيرة جدا، يصعب عليها التحكم فيها رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة، ويصعب عليها مراقبتها، وبالتالي فمخاطر الهجرة غير الشرعية هنا تتضاعف، لأنه هذا الفضاء يصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التي يمكنها التعامل مع المهاجرين كما تتعامل معهم عصابات الجريمة المنظمة، وهذا كله يؤدي إلى تهديدات أمنية خطيرة للبلاد. عذراً للإطالة، لم يسعني الوقت أني أكمل كل العناصر المهمة، فقط أردت تعقيب بسيط قبل أن أكمل مداخلتي، تعقيب على مداخلة الدكتور أدمير. أظن الدكتور أدمير حين ذكر في بداية مداخلته الفرق بين العلوم الاجتماعية، وبصفة باحثة في أو مختصة في العلوم الاجتماعية، حيث ذكر الفرق الكبير في تطور العلوم الاجتماعية في الغرب وبيننا نحن. الفرق هنا أحد أهم العوائق التي تصعب التنظير في العلوم الاجتماعية، تصعب على الباحثين في علم الاجتماع أن يتقدموا بخطوات كبيرة، ولحد الآن ما زلنا نعتمد على النظريات الغربية. لماذا؟ لأنه لا يمكننا تشخيص الواقع بسهولة. مثلا كموضوع الهجرة الشرعية، لا يمكنك أبدا أن تتحصل على أرقام وإحصائيات دقيقة تتمكن من خلالها تشخيص الواقع، وقص على ذلك كل المواضيع السوسيولوجية المهمة، وبالتالي هذا أهم عائق في لعدم تقدم العلوم الاجتماعية رغم المحاولات خاصة المغربية في هذا الأمر. شكرا جزيلا لكم على هذا المؤتمر، وعلى إتاحة الفرصة لنا للمشاركة. السلام عليكم. Çok teşekkür ediyoruz. Şükran cezilen laki Seyyide Amine. Şükran cezilen ala hada ettaqim arra'i Seyyide Amine. Na'am. Urid an udif ba'd al nukat fi Cezayir. Ana kunt mutawajid fi ma ta'alaq bi dhim barnamaj Erasmus li tabadul at-tullab. Wa fi hasiba manba'u fa fi kunt فأنا التقيت بأساتذة في العلاقات الدولية ولدينا تواصل معهم، وأيضا أتوا وزارونا في جامعة دملوك بنعرف في محافظة قطاهية في تركيا، ولدينا علاقات قوية ووثيقة معهم، ونتمنى أن تستمر هذه العلاقات وهذا التعاون وأن تتطور بشكل أكبر. إن الجزائر تعتبر شقيقة ودولة استثنائية بالنسبة لتركيا، وأنا كنت سعيد جدا بتواجدي في الجزائر، فالجزائر أعتبرها نفس تركيا، وأعتبر الأناس هناك نفس الأناس ونفس الأشخاص في تركيا، كانوا مرحين جدا وكانوا متعاونين جدا، وطبعا في منطقة الصحراء التي تمتلكها الجزائر فهي من أهم المناطق التي تعيش مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، وبشكل خاص من النيجر، فهناك مهاجرين نعم وهجرة غير شرعية، وكما تفضلتم قبل قليل فهناك إسبانيا أيضا، فهناك هجرة إلى إسبانيا من الجزائر أو عبر الجزائر، فهناك في البولي فكان هناك مخيم للمهاجرين، وكانت هناك مشاكل أعتقد الجزائر تعيشها مع المغرب بسبب بعض هذه الأمور، وهذا التوتر في بعض الأحيان يكون هناك صعود فيه. والجزائر طبعا لا تعاني من الهجرة منها، وفي منطقة الصحراء أيضا هناك مشاكل أيضا تعيشها، لأن الصحراء الغربية بدأت تحول إلى مأساة إنسانية، فيجب حل هذا الموضوع. هذا ما رأيته واكتشفته في الجزائر، ففي حل لو أعتقد لدينا
في حال لدينا وقت في حال لو أردتم أن تضيفوا أي شيء. نعم، بالنسبة أيضا نحن سعداء، يعني أصبح هناك تطور في العلاقات الجزائرية التركية بشكل كبير جدا، هناك توجه للطلبة الجزائريين نحو تركيا للدراسة في جامعاتها، ذلك نتيجة لجودة الجامعات التركية، وهذا أصبح إقبال كبير وهذا دعم العلاقات التركية الجزائرية. أنا أحد المتقدمين إن شاء الله قريبا سأتقدم لزمالة بحثية زمالات بحثية لما بعد الدكتوراه في المنحة التركية البحثية إن شاء الله. أنا أعمل على مقترح بحثي وأتقدم، وإن كتب الله أكون أسافر وأعمل بحثي لمدة سنة هناك بإذن الله. أيضا بالنسبة لأمر الهجرة غير شرعية، نحن لم عادة المداخلة لابد أن كيف نقول، لابد للمداخلة البحثية أن تتوفر أو أن تقترح حلول نوعا ما. لابد أن الجزائر حاليا هي في ظرف صعب جدا، بحيث وأنا ذكرت هذا الأمر سابقا أنها تبقى عليها ثلاث أشكال للهجرة: دولة مصدرة للمهاجرين، دولة مستقبلة للمهاجرين، ودولة عبور. وبالتالي هذا وضعها صعب جدا لمواجهة هذه التهديدات الأمنية التي تنجم عن هذه الظاهرة. حاليا هناك تكثيف أمني في الحدود، هناك ولا يجب أن يقتصر الأمر على هذا الحل فقط، بل يجب أيضا أن تكون هناك بناء هياكل، قواعد تنموية واستغلال الصحراء أجل ذلك، خاصة للقضاء على الشكل الأول اللي هو هجرة أفراد المجتمع الجزائري نحو أوروبا. إن كانت هناك تنمية حقيقية في بلدهم فيمكن ببساطة أو بسهولة القضاء على هذه الظاهرة. تكرار تكرار.